المغلوب شكل ومحاولة لفائدة فريق النادي قوية، تضرب جزاء، ضربة جزاء لفائدة فريق النادي الخنيطري. يعني الطريقة اللي نفذ بها التماس الحارس واللاعب هو الكروي، وضربة جزاء لفائدة فريق النادي الخنيطري، فائدة الكاك. ننتظر من الكروي، يضيع الكروي ضربة جزاء لفائدة فريق النادي القنيطري. كانت الفرصة مواتية للكاك من أجل تحقيق الهدف الأول، لكن الكروي يضيع، من حصل على ضربة جزاء يضيع ضربة جزاء لفائدة فريق